رجعنا نتواصل معاكم مع ضيفتنا في الاستديو. احيانا من المهم ان تكافحين من اجل حبك وسعادتك، فالحب بعد يعني او يعد احد الاسباب اللي تدفعنا للتعبير عن اللي بداخلنا. اليوم موضوعنا عن كيف تستحقين الحب مع مدربة الحياة دلال الجناعي. صباح الخير ومنورتنا وصباح الحب. صباح الحب وصباح الحب بين بعد النساء بعد غير. صح طبعا. اي صباح الحب لنا كلنا، مشكورين وايد على الاستضافه وعلى هالموضوع الحلو. تستاهلين، لازم تذوقين التمرية. لازم وانا طالعه. لا نشوف التقرير على ما تقدرين التمرية. نشوف تقرير خاص بضيفتنا ونرجع معاكم في شاي الضحى. إذا رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، ضيفتنا اليوم جدا متميزة بالحديث عن هذه الأمور، تفيدنا أكثر في هذا الموضوع أستاذة دلال الجناعي مدربة حياة. صباح الخير. صباح الخير. يعطيك ألف عافية أستاذة، وإحنا نتشرف فيك دائما في كلامك الحلو اللي يعلمنا وايد أمور في حياتنا اليومية. كلك ذوق حبيبتي. نعم. واليوم نتكلم عن الحب واستحقاق الحب. شنو مفهوم استحقاق الحب؟ وايد بنات يفهمون ان علشان انا استحق الحب لازم انا امشي تحت معايير معينه. لما انا طرحت هذا الموضوع سالت البنات اللي عندي بسناب وانستغرام شنو مفهوم استحقاق وشنو مفهوم استحق الحب. وايد بنات شو قالوا؟ قالوا البنت اللي تستحق الحب هي بنت سنعه، خوش بنيه، جميله، طيبه، تحب نفسها، تعرف نفسها. انزين، واذا هالاشياء مو موجوده معناته ما تستحق الحب. ما في احد بيرفكت يعني يوصل للكمال. بس شوفوا شلون احنا اليوم قاعد نفهم ان اللي علشان استحق الحب لازم في معايير معينه. انزين، فرضا انا توداي اليوم ما احس اني انا مرتاحه، او احس اني انا اذيت احد مو عن قصد، او احد تازم مو عن قصد، او يمكن اليوم شكلي مو بيرفكت مو عن قصد، او قاعد احاول، او عندي لويا بحياتي، هل معناته اليوم انا ما استحق الحب؟ هل معناته انا الحين حطيت نفسي باطار ان انا اقل وهذه تستحق بس مو انا؟ المشكله اللي احنا الحين وصلنا لها ان مفاهيمنا احنا كبنات كنساء عن نفسنا هي اللي قاعد تأزمنا. نعم. معتقداتنا الخاطئة والسلبية. معتقداتنا حتى مو عن ساعات سلبية، ساعات تكون باطار خلينا نقول ايجابية، لازم اكون سنعة. انزين، السنع شنو معناته؟ ومنو اللي يحط هذا المعيار؟ وعلى اي اساس نحط هذا المعيار؟ وساعات السنع صاير اليوم خناقي. صح. على ابو انا سنعه لازم كل يوم اوجه. من زين، هذا اجتهاد وجهد على هالام اللي عندها ياهل، ولا هالموظفه اللي من طول اليوم طول الليل عندها شغل ولويا. فشو اللي يصير؟ اللي يصير انه يصير في تصادم بين البنت ونفسها. انزين، وبعدين لما تدش في علاقة، تدش في علاقة مع زوجها، أمها، أختها، رفيجاتها، بدوامها، شو يصير؟ يصير طلبها أو قيمتها مع نفسها أقل من الواقع، أقل من اللي هو فعلا تستحقه. فاللي احنا نشوفه أن البنات هم قاعد يقولون لا، هذا حق هذه مو حقي انا. نعم. انزين، انا ما استحق وانا ما وصلت هذا المستوى، او لازم انا ما زلت في وضع انه لازم اكون بيرفكت. خلنا اعطيكم قصه. احسن شيء القصص. احسن شيء القصص. وانس ابون ا تايم، اي ذاك اليوم وانا قاعده في تسيوره، وحده قاعده يمي حليلها بالجامعه تينن، قلت لها ها سولفي لي. قال او دلال اي لاف يو واتابعك شنو بودكاست. قلت لها خوش. قلت لها شخبارك وش تسوين وهل انت متزوجه ومخطوبه؟ يعني هذا الاسئله اللي انا دائما نسالها. بمعنى انه باطار شغلي. فتقول لي دلال انا اؤمن او احس اني انا ما وصلت حق البرفكشن اللي انا اقدر اوصل له، فمن كذي انا ما ابي ادش بعلاقه، ما ابي انخطب، ما ابي اتزوج، ما ابي حتى احد يو طالب يمها قاعد يفكر يشوفها ويحبها. نعم. فهي ما تبي تدش في هذا الاطار. قلت لها من قال انه لازم تكونين بيرفكت عشان احد يحبك؟ صح. كانت تقول لا، يعني انا احس في وايد بقى، وايد اشياء لازم اضعف، لازم اصبغ شعري، لازم اكون احلى، لازم اكون ايجابيه اكثر، انا ساعات تجيني نوبات انه ضيق خلقي. قلت لها سوات، ماني فاهمه شو المشكله يعني. كانت تقول اي انا احس للحين انا ما استحق، مو مستعده الحب الصجي. قلت لها من حاط هالمعايير حبيبتي؟ وما في شروط. نعم. حق الحب الحقيقي يعني بس من حاط؟ مو هالمشكله اللي شو يصير؟ يصير ان احنا نسكر بيبان. نعم. الحب
يعني حتى بين الرفيجات، احنا ما نتحكى فقط بالزواج، احنا نتحكى حتى فققط نساء لنساء، رفيجات، ام وبنتها، اخت واخت. شو اللي يصير؟ اللي يصير انه ايه، انا احس اني انا مال مو زينه نفسها. او هي احسن مني، فانا ابدي احب نفسي اقل. نعم. انزين، نرجع حق حب الذات وحب النفس، شنو معناته اني احب نفسي؟ نعم، اذا بنتكلم عن حب الذات، في بعض يعني الاشخاص الحين دخلوا في دائره الانانيه، يعني من كثر ما يحبون نفسهم ان انا لازم احب نفسي، وفاهمين هالموضوع هذا غلط، فداخلين في اطار الانانيه، اهم شيء يلا نفسي. فشلون ممكن الواحد يحب نفسه لكن بالتزام من غير ما يجرح الناس اللي حواليه؟ صادق، خوش سؤال. انزين، انا عندي اسبوعيا ينزل حلقات صوتيه اسمهم بودكاست انسجام على اليوتيوب، والبنات منهم انه يسمعون ويتثقفون عن نفسهم وعن حياتهم وعن اللي قاعد يصير بالمجتمع. ساعات انت ما تدرين شنو فيك لما تسمعين قصه واحده تقول امبي هاي انا. فمن من الحلقات كانت في حلقه اسمها حبي نفسك. عقب هذه الحلقة وايد ناس حبوها، وبعدين جاتني تساؤلات، دلال أنا ماني عارفة شو الفرق بين حب الذات وحب نفسي وبين أنانية، وأنا خايفة أدش في إطار الأنانية. إنزين، أساساً الأنانية شنو معناته؟ معناته إن بس أفكر في نفسي. فخلنا أخذ، إذا أنا خذيتكم أنتو you are friends، أنتو تشتغلون مع بعض، بسم الله عليكم، الله يحفظ علاقتكم. شو اللي يصير؟ اللي يصير إنه فاطمة لها شخصيتها وأسماء لها شخصيتها، ولكن مع بعض لكم طاقتكم المميزة، خلينا نقول نكمل بعض. مو تكملون بعض، في دايناميك غريب، في دايناميك حلو، وساعات في دايناميك ما يضبط. ناو لما نحن ندش في أنانية، شو اللي يصير؟ اللي ندش في أنانية، احنا عندنا شخصين في أي علاقة، البنت ونفسها، البنت وصديقتها، البنت وزوجها. شو اللي يصير بالأنانية؟ أنا قاعد آخذ أكثر من ما قاعد أعطي، صح؟ فما في توازن بالعلاقة، إحنا نبي الأثنين يتوازنون. فلما إحنا قاعد ناخذ أكثر من ما قاعد نعطي، شو يصير؟ كولابس، تخترب العلاقة. فإحنا دائما نسأل، أوكي يس حبي نفسك، بس جزء من حب نفسك إنك أنت طمعانة في علاقاتك، طمعانة العلاقات تمشي بطريقة منسجمة، طمعانة إنك تكوني مرتاحة. سو البنت الأنانية ساعات تكون جدا وحيدة، صح؟ لأن هي يعني ما تفكر بغيرها، مجرد هي. فهل هي شاطرة ولا هي مسكينة؟ لا مسكينة، بروحها. ففي ناس يؤمنون إن إيه أنا شاطرة، أنا أحب نفسي وأنا أخذ كل شيء وأنا أول وحدة وأنا أخذ كل شيء، بس في سمدي حبيبتي راح تتلفتين وتلقين ما في أحد، ما حد يبي وياك. زين أستاذة، يعني بالكلام هذا خليتيني أفكر بنقطة وايد مهمة. يلا خلنا في، وأنت يعني مروا عليك وايد حالات، أنا أدري مش خبرة أصلا من كلامك وأنت تقولين، أتذكر كذي مواقف مروا علي ناس وايد، يعني خوش شيء تعالي نقعد نسولف. لازم الثقة بالنفس والطموح، يعني في سيدات تقول لك أنا ما عندي ثقة بنفس، أو حتى لو ما تقول في أمور تسويها تكتشفين إن هي يعني تنقصها الثقة بالنفس، صح؟ يعني وتخليها تتراجع وايد عن قرارات وامور، تقول ومنها ان انا مو حلوه مثلا، ما حد يحب شكلي، انا عندي هالمشكله. فشلون تعالج البنت هالامر هذا، وهل فعلا راح ياثر على قراراتها بالمستقبل؟ شوفي موضوع الثقه بالنفس احس انفهم غلط. شلون؟ احنا كل ما شفنا وحده مدودها نقول ما عندها ثقه بنفسها، سيده يعني سيده مثل اللي يشوف احد يبكي، اي والله مسكينه يعني كلها كئيبه. انزين سيده يصير الليبل، سيده نحط هذا الاطار، واحنا يمكن مو فاهمينه. وايد بنات يوني خصوصا لما احنا نبدي نتعرف بالتدريب وكذي والجلسات الخاصه، شو يقولون لي اول شيء؟ دلال انا فيني اكس، فيني اكتئاب، فيني خلل بثقه بالنفس، فيني. على اي اساس انت قاعد تفتين؟ فوايد مهم اي ثينك اول شيء ان احنا نفهم شنو معنى الثقه بالنفس. نعم. ثقه بالنفس ينبني من شنو؟ من اكسبيرينس، من تجارب. نعم. ما يصير انا قاعده بالفراش او قاعده على القنفه واقول انا عندي ثقة بالنفس وانا ما اجرب. نعم. فانتوا اسم الله عليكم، الحين بضرب المثال فيكم مره ثانيه بما انكم قدامي، ما شاء الله عليكم متمكنات حبيبتي. بدايه يمكن كان الوضع مختلف طبعا، اكيد. زين شلون واحده تصير متمكنه؟
إلا إذا هي عادت وعادت وجربت وجربت. أنا أذكر أول مرة كان يما كان في عندي برنامج، وأذكر أول مرة حطوا التلفزيون علي يما ما أدري إيش طلع، خوف ورعب، خليت الأحمر يصرع. بعدين انسجمتي مع الموضوع. انسجمتي نعم. بس مع الخبرة. فإحنا لما نقول البنت ما عندها ثقة بالنفس، معناته إنه قد يكون ما جربت. حلو. قد يكون الخوف حادها، قد يكون هي للحين ما تحب نفسها لدرجة إنها قاعد تعبر. حلو. يمكن ما تعرف نفسها بعد. لازم الوحدة تتعرف على نفسها. في موضوع حابة الأمانة أتطرق لها، هو ديوانية انسجام وردود الأفعال الإيجابية اللي يتلت من السيدات اللي حضروا هذه الديوانية. ديوانية انسجام، ديوانية أنا سويتها وخلقتها وأسست. هذه بعض اللقطات السابقة إحنا قاعدين نشوفها. وايد حلوة. إيه. وايد وناسة. يعني بقول تخنقني العبرة لما أنا أشوف الصور وأنا اللي كنت موجودة. ديوانية انسجام تأسست على إطار أو ردة فعل من بنات وايد سولفوا وياي، قالوا لي دلال أنا أحس أني أنا وحيدة بالمجتمع، أحس أن أنا دائرتي ما قاعد تخدمني، ما فيها السبورت اللي أنا أبي. زينين منهم مزينين، بس أنا أبي ناس يدد، أنا تغيرت. ما يعطونها دعم يعني مثل ما يعطونها دعم يعني. أو يمكن هذيل البنات ملوت الثانوية وهي كبرت أو تغيرت أو اللي تزوجت واللي تغير مجالها، فإحنا مو نفس الأشخاص اللي كنا، كل واحد قاعد يتطور يوم عن يوم. فطلبوا مكان، يقولون لي دلال وين نلقى ربع؟ لأن جزء كبير من سعادة المرأة أنها تكون مع رفيجاتها. فسويت هالديوانية ليش؟ علشان المرأة بالكويت تلقى نساء ثانين. حلو. في إطار جدا جميل وحلو وتتعرف وتتصادق. أي يوم ديوانيتكم؟ ديوانيتنا تنزل أول أربعة من كل شهر. لازم مميز. أنا قششكم شوية عن الديوانية، شنو قصة هالديوانية؟ يمكن أنتم قاعد تفكرون أنه قاعدة عودة وكل من يسولف، لا مو كذي ديوانيتنا. ديوانيتنا أول ما تين شو تسوين؟ أقول لكم يلا حطي جنطتك بعيد، ما أبي أنك أنت ماسكة جنطتك طول ما أنت بالديوانية وخايفة. وقلت يلا أوقفي، وأول شيء نتفق على كم شرط. الشرط الأول، ماكو أحد الليلة صح وما حد غلط، ما حد يحكم على الثاني، ما حد يربي الثاني عندي. الشيء الثاني، أي شيء ينطرح بالديوانية يظل بالديوانية. أبيكم أنتوا تتشاركون، وما أبي باكر والله فلانة كذي قالت لي وتطلق ولا زوجها ولا اللي هو. بعدين شو أقول لهم؟ أطرح سؤال وش أقول لهم؟ يلا روحي نقي لك واحدة ما تعرفينها، لميها، سلمي عليها بالهاج، لميها، حضنيها، and تعرفي عليها وسولفي وياها بهذا السؤال. احنا لازم نزورك بالديوانية. تجربة راح تكون مميزة. لازم. شكرا لك أستاذة دلال الجناعي، نورتينا في شاي الضحى وسوالف معك ما تمل. حبيبتي شكرا لك. يعطيك ألف عافية أستاذة. ورح ننتقل إلى فقرة جدا مميزة، فقرة شغف الصابون. وطبعا بعد ما سوينا اللوشن الأسبوع اللي فات مع إيمان عبد الله، اليوم بتعلمنا طريقة عمل الماسك مستخدمين اللوشن. خلونا نتابع مع بعض شغف الصابون.